مواطنة لفكر أكبر لها كلمة ختامية. الطالبة أو الطالب كيدير محمد نور الإسلام. أول حاجة نشكر الله رب العالمين أنه وصلنا لهذه المرحلة، وصلت من الطلبة المتفوقين. نجاح تاعي نهديه أكيد الأسرة تاعي، هما اللي دعموني بزاف، ونهدي كذلك الأسرة الجامعية اللي ساهمت في مشواري الدراسي. إن شاء الله نعود وحنا العيمة تاع الجزائر، والأمانة هذه إن شاء الله تعود في أعناقنا، وحنا إن شاء الله نطلعوا في بلادنا ونطلعوها بإذن الله. أشكر جامعة قزمير باع على الحفل هذا الذي قاموا به من أجلنا، ويعني أشكر أيضا المدير الجامعة، السلطات العليا، كل من شارك في هذا الحفل يعني أشكره.